أكد وزير طيران المدني سامح الحفني أهمية معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، كونه منصة فريدة تعزز من التعاون الدولي في صناعة النقل الجوي، وتعكس التقدم الملموس الذي حققته مصر في هذا المجال. جاء ذلك خلال تفقده لمطار العلمين الدولي قبيل انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، والمقرر إقامته بالعلمين الجديدة خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر المقبل. وأكد وزير الطيران المدني أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بتنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجاهزية المطارات المصرية.